اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. ونحن مأمورون بأن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي المؤمن والمؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، وأن يبشر من ذلك المؤمن في الجمعة والعيد بها، وإذا سمع ذكره صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الصلاة الشهد الأول والشهد الأخير. والصلاة على النبي الشهد الأخير واجبة عند جمع من العلم. وقال آخر: ركن من أركان الصلاة في الشهد الأخير. فينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك وألا يبعد عن ذلك. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال، تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات، وتحط بها عنا الخطيئات، وتحط بها عنا الخطيئات، وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغبات، وتحسن بها الخواتيم، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أننا آمنا به ولم نره، صدقناه ولم نسمع كلامه المنير. اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه، اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه مع الركع السجود في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. وارزقنا شفاعته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يا أرحم الراحمين.